استاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره معانا على التليفون. يا استاذ طارق مساء الخير والف الف مبروك. مساء النور استاذ احمد. مساء النور ساره هانم. موفقين دايما. اهلا وسهلا بحضرتك. تهيالي استقبال المجلس انا عارف انه يعني مش بس في الكوره الحقيقه، الانجازات الرياضيه وعدد كبير جدا من فرق النادي الاهلي في رياضات مختلفه قدرت تحسم كتير من البطولات السنه دي، لكن انا بيتهيالي انه استقبال المجلس للفوز بالبطوله رقم 42 من بطولات الدوري اللي بيحققها النادي الاهلي يمكن يكون مختلف ويمكن يكون ليه طعم تاني شويه، خصوصا انه السنه دي او الموسم ده كان موسم صعب على كل المستويات بره الملعب وجوه الملعب. بلا جدال طبعا موسم استثنائي، موسم الكورونا بعد كل اللي حصل فيه خلال السنه دي. فان الحمد لله انك ترجع تاني عوده نشاط يرجع طبعا شاكل لكل المسؤولين على عوده النشاط، وفي نفس الوقت الحمد لله انك تتمكن كنادي اهلي من الفوز ببطوله الدوري، ده طبعا انجاز في سنه استثنائيه. وفي نفس الوقت كلنا عارفين بعد ما رجعنا من الكورونا اما الموسم رجع يعني تم الاجهاد وكل 48 ساعه ماتش كل الكلام ده عشان دي الموسم طبعا والعوده وكده، فالحمد لله يعني انجاز طبعا حققه اللعيبه والجهاز الفني وكل المسؤولين عن الكوره، وانساش دور طبعا كابتن محمود الخطيب المفوض من قبل مجلس الاداره بالاشراف على الكوره. فالحمد لله يعني موسم صعب جدا. بس فريق النادي الاهلي، فريق النادي الاهلي او الفيرست تيم في النادي الاهلي يمكن كان بوابه تعرض من خلالها مجلس الاداره لحاله هجوم مش عايز اقول مستمره لكن في فترات كتيره جدا. ازاي كنتوا بتشوفوا ده وازاي كنتوا بتتعاملوا مع حاله الهجوم او حاله التشكيك اللي بتستهدف الكيان والمجلس بشكل مباشر؟ بص يا استاذ احمد، النادي الاهلي ليه طباع معينه وجينات معينه ما بيحكش عنها المفروض في تاريخه الحمد لله، واحنا كمجلس اداره النادي الاهلي من يوم ما جينا من يوم الجمعيه العموميه ما انتخبتنا واحنا نفس الاطار واللي مشي عليه النادي الاهلي طول حياته من مبادئ وقيم وكيفيه التعامل مع كل المعطيات المتعلقه بالاعلام وخلافه. طبعا الدنيا اختلفت، بقى في سوشيال ميديا بقى ليها تاثير جامد جدا، ليها ايجابياتها وليها سلبياتها، ليها سلبياتها في بعض الاحيان تكون موجهه ضدك يعني او موجهه ايقاف او عبقريه مسيره النادي. كل الكلام ده ما بيشغلش بالنا، اللي بيشغل بالنا دايما هو الشغل جوه النادي والشغل اللي يهم جماهير واعضاء النادي الاهلي، لان كلنا عارفين ومدركين المسؤوليه وحجم المسؤوليه اللي احنا فيه. فبالتالي الكلام ده ما بيشغلش مننا حيز سوى العمل فقط يعني. أنا أتكلم مع حضرتك بمنتهى الصراحة يا أستاذ طارق، يعني أنا متفهم طبعًا مدرسة النادي الأهلي وهي مدرسة تعودنا عليها من سنين طويلة في فكرة عدم الالتفات لحالات التشكيك أو حالات الهجوم الغير مبرر أو الضرب من تحت الحزام زي ما بيقولوا، لكن في وقت من الأوقات الحقيقة وأنا هنا بتكلم بلسان الجمهور، جمهور النادي الأهلي بيحس بالإساءة للكيان. في أوقات كتيرة جدا أطراف لا تمت بصلة للوسط الرياضي في مصر ولا تمت لصلة بالنادي الأهلي بتحط على لسانها اسم النادي الأهلي في جمل كتيرة غير مفيدة أو في توقيتات كتير جدا ممكن تكون حساسة بالنسبة للجمهور وحساسة بالنسبة لمشوار الفرق المختلفة النادي الأهلي في حسم البطولات، وده الحقيقة يعني بلسان حال الجمهور برضو بيستدعي الرد، يعني على أقل تقدير يستدعي الرد. أنا عارف أنه مدرسة النادي الأهلي في أو أسلوب النادي الأهلي ومنهجه في الإدارة ما بيلتفتش لهذه المهاترات او بيرى انها مهاترات لا يجب ان احنا ننجذب اليها او ان احنا نتعامل معها باي شكل من الاشكال، لكن في النهايه لابد ان يكون في طريقه للحفاظ على حقوق ملايين الجماهير اللي بتشعر في اوقات كثيره جدا باساءه ليها او بهجوم عليها بشكل من الاشكال. بصراحه استاذ احمد يعني حضرتك نفرق كويس قوي بين عدم التفاتنا في الحاجات اللي ممكن تدي طاقه سلبيه للنادي نفسه لكل العاملين به والفرقه الرياضيه وخلافه، اللي انا بقول لحضرتك عليها ان الحاجات دي عمرها ما بتشغل بالنا، بالعكس لما بيزداد الكلام ده بيتحول لطاقه ايجابيه للدفاع عن اسم النادي الاهلي. بالنسبه لاي اساءات حصلت للنادي الاهلي من اي طرف ما عمرنا في مجلس ادارتنا لم يحدث اطلاقا ان احنا استسلمنا لهذه الاساءات أو رجوع حق النادي وجمهوره. حيث ممكن ترجع لكل البيانات والبلاغات وخلافه اللي عملها مجلس إدارة النادي الأهلي
خلال الفترات الماضيه كلها، وكل الجهات اللي النادي الاهلي قام بتوصيل صوته بيها في كل المناسبات الماضيه، واخرها كان كلمه الكابتن محمود الخطيب في افتتاح ملعب الاهلي والسلام في استاد الناس، وطلب من الجميع اللي هو بخلاف ما يعني كل من لهم من لا يمت بصله للنادي الاهلي ان يتحدثوا عن انديتهم وان يقتضوا بالنادي الاهلي في التركيز مع النادي بتاعه، فهو ده اللي احنا عملناه. فالحته اللي حضرتك بتقولها لا طبعا، والجمهور حاسها جدا والاعضاء حاسينها، لان حاجات كلها مثبته بمستندات. يعني مجلس اداره الاهلي لم يسكت عن اي اساءه حصلت للنادي او خلافه. يعني استاذ طارق، بما ان يعني صفحه الدوري اتقفلت، ممكن نقول ان مجهودات مجلس الاداره كلها اللي جايه منصبه على بطوله افريقيا، ازاي بتحضروا لبطوله افريقيا؟ بص حضرتك، برضو النادي الاهلي ليه سيستم نظام معين اللي هو الحمد لله هو ده اللي من اسباب نجاحه. احنا عندنا برنامج انتخابي الحمد لله تقريبا 98% من البرنامج ده تم تحييده. البرنامج ده بيشمل حاجات كتيره جدا، انشاءات وخلاف وفرق رياضيه وحاجات كتيره جدا. الحمد لله البرنامج يعني كان لاول مره في تاريخ الانديه ان مجلس اداره او مرشحين لانتخابات قايمه تنزل ببرنامج برنامج موضوع. اول مره في تاريخ الانديه المصريه يعني برنامج موضوع ان احنا حاسبنا عليه الجمعيه العموميه. فالحمد لله شغال البرنامج ده زي ما بقول لحضرتك، خلص حوالي 98% منه. بالنسبه لشؤون كره القدم، زي ايماننا برضو بالتخصص وده سر نجاحات النادي الاهلي. في تفويض من المجلس لكابتن محمود الخطيب بالاشراف على الكره. الناس شايفه شغلها على اعلى ما يكون. في لجنه تخطيط، في مسؤولين، والحاجات اللي بتحتاج عرض على مجلس اداره النادي بتعرض عليها في كل الاحوال. أشكر حضرتك مرة ثانية، بنبارك لحضرتك وبنبارك لمجلس إدارة النادي الأهلي على حسم بطولة الدوري، ونتمنى إن شاء الله إنه السيزون ده يعني يوفقنا ويوفق الفريق طبعا، ونفرح جماهير النادي الأهلي ببطولة أفريقيا. شكرا أستاذ طارق قنديل.